بكتره، مش بكتره. يعني ايه يا ابي؟ يعني الكميه اللي بقولها لك ده هي اهي، انا هحطها لك كلها في الملعقه. اهي 5 ملي بالظبط، انا محضراهم طبعا لاني معاياهم لان ده شغلي. 5 ملي من اللبان الذكر بتاعك، 5 ملي من اللبان الذكر بتاعك هو ده اللي انت محتاجاه علشان تعملي الوصفايه بتاعتك النهارده. الميه وهي سخنه بتحطي قد ايه على ال5 ملي؟ بتحطي بما يعادل، وانا ممكن اوريها لكم بالملي لو حابين، الناس اللي عايزه دقه يعني. اذا عندك اللي هي فيها المليمتر والسنتيمتر دول اللي هنا دول، يبقى احسن عشان تظبطي الكميه بتاع اللبان الذكر. كل شيء وليه ناس، وانا خلاص بقيت من ناس. شفتي ناس؟ والله ناس. اجي اهو امام الكاميرا تانية علشان الناس تشوف حبه اللبان الذكر بما يعادل 1 سكوب فول، بيج سكوب، بس ملعقة كبيرة اهي باختصار اهي. اوكي، دي اكبر واحدة في المعالق المعيارية اللي هي بالتدريج بتبقى واحدة وبعدين نص وبعدين ربع. اهم ادي التلات احجام اهي، ادي واحدة، ادي نص، ادي ربع. احنا بنملى دي فقط لا غير من اللبان الذكر، الكميه اللي انت محتاجاها دلوقتي كده تمام. هتجيبي الميه المغليه السخنه بتاعتك دي خلاص، وهتنزلي بسم الله الرحمن الرحيم، هتاخدي ربع بايت. ربع بايند يعني ايه؟ يعني ربع، يعني انت هتلاقيها مكتوب عليها ربع هنا تحت، يا اقربها لك اهي، ربع. اوكي، ربع خلاص. ميه مغليه هتنزلي بيها فوق اللبان الذكر بس، مش اكتر ولا اقل. هتسيبيها طول الليل، هتسيبيها طول الليل متغطية حتى لا يتبخر اللبان الذكر بتاعك. والصبح in the morning، بكرة الصبح قلبيها خلاص، هتلاقيها أصبح لونها مثل الحليب زي اللبن.